يقول: إذا لم تدفع الفدية فهل يحتسب للحاج ما عقل من حجه كما في الصلاة، أم أن حجه يبطل أم يعذب في النار؟ يبقى حجه صحيح لكنه يبقى ناقصا وتاركا لواجب من واجباته، فلا بد من الفدية لمن يقدر عليها أو الصيام، وتكون الفدية مما يجزئ في الأضحية، تتوفر فيها شروط الأضحية، ولا بد أن يكون ذبحها وتوزيعها في الحرم، في داخل أميال الحرم على فقراء الحرم. نعم. قولها من أو يعذب في النار شيخ، هل من تعليق؟ العذاب هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكنه ترك واجبا وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.